اي وجبه برجر لحمه هتطلبها من عند همبرجر وسوسيس هتاخد سندوتش همبرجر 120 جرام هديه، واي وجبه فراخ هتطلبها من عند همبرجر وسوسيس هتاخد سندوتش همبرجر فراخ 120 جرام هديه، واي بقى وجبه هوت دوج او سوسيس هتاخدها من عندهم هتاخد عليها سندوتش كلاسيك سوسيس هديه لحد يوم 10/12 في فرع مدينه نصر وحدائق الاهرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، محمد الشامي يحدثكم ويحييكم من مدينه نصر ومن الاماكن المحببه الى قلبي اللي نرجع نجيله تاني بعد سنتين بعد ما عملوا بقى تطوير وبقى بسم الله ما شاء الله عندهم 3 فروع وغيروا حتى الاماكن والدنيا عندهم ظبطت وكده. من يعني لما احب اكل همبرجر همبرجر من بتاعنا العادي مش بيف برجر وسماش برجر والحاجات دي، كنت اجي اكل عند همبرجر وسوسيس عليهم واحد سوسيس ابن جنيه من اللي هو السوسيس وعليه من فوق المستردة والحاجات اللطيفه دي. المهم بقى احنا هنيجي تاني النهارده في مدينة نصر في فرعهم الجديد همبرجر وسوسيس، ودلوقتي بسم الله ما شاء الله فرع في مدينة نصر فرع في حدائق الأهرام، وكان عندهم كمان فرع في الساحل بيفتح فترة الصيف بس. تعالوا نشوف ايه الجديد وعاملين ايه والأسعار عندهم عاملة ازاي. سندوتش بقى بتاع النادي يعني حاجات بقى النادي دي، يلا بينا. وصلنا يا جماعة عند همبرجر وسوسيس في 3 شارع أفريقيا امتداد شارع مصطفى النحاس قدام كوبري المنهل، يعني مدرسة الناس اللي في مدينة نصر هتبقى عارفة الكلام اللي أنا بقوله ده. وعندهم فرع تاني بتاع حدائق الأهرام، تعالوا بقى نعرف القصة كلها ماشية ازاي، يلا بينا. والله عظيم اللي بصوا الحاجات الهمبرجر وسوسيس، مش عايزين نفتي مش عايزين وجع دماغ وما تقرفوناش، الدنيا سهله وخفيفه وبسيطه. ده احنا هنا مصطفى النحاس يا جماعه اهو، ودي مدرسه المنهل هناك اهي، واحنا قبل الكوبري بتاع مدرسه المنهل على طول همبرجر وسوسيس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم محمود؟ ايه الاخبار؟ منور الدنيا حبيب قلبي. الله يخليك. عامل ايه؟ كله زي الفل. ايه حكايه الهمبرجر والسوسيس؟ خد بالك ده انا زبون قديم هنا. انت عم الناس كلها يعني الف مبروك يا باشا على الفروع. انتوا نقلتوا من عند سيكس ستارز جيتوا هنا؟ جينا هنا كنا في عمارات مدفعيه ودلوقتي جينا هنا في مصطفى النحاس. حلو. فرع حدائق الاهرام؟ وحدائق الاهرام موجودين. فين بقى في حدائق الاهرام؟ 449 شارع الجيش. شارع الجيش نفسه؟ الرابعه. شارع الجيش نفسه جنب الكنيسه. العماره اللي قبل الكنيسه؟ العماره اللي جنب الكنيسه على طول. تمام يا كبير، ربنا يوفقك. ايه الجديد بقى يا نجم مصر؟ والله احنا هندوقك كله اكيد، بس هندوقك السيجنتشر بتاعنا، الساندوتش بتاعنا احنا بقى همبرجر وسوسيس. هو اللي انا بحبه بتاع النادي. لا ده هو ساندوتش اسمه همبرجر وسوسيس. ده جديد ده؟ ده جديد. انا افتكرت ساندوتش الهمبرجر بتاع النادي بتاعك الشهير. هندوقك الهمبرجر وهندوقك السوسيس وهندوقك ساندوتش همبرجر وسوسيس. الاثنين في قلب بعضيهم. يلا فسحني. ازيك يا شيف؟ ايه الاخبار؟ انتوا بقى البرجر هنا يا شيف انتوا يعني بتعملوه؟ بتصنعوا البرجر بتاعكم هنا؟ ده سوا فحم. ده فحم حراري. فحم حراري يعني انتوا البرجر عندكم هنا فحم. طب ايه الفرق بينهم؟ انا شايف في اختلافات. دي احجام صح؟ احجام بس. يعني ده كام جرام؟ ده 150 جرام. ده ما شاء الله ده 150. ده مش 200. لا شكله يعني ما شاء الله. طبعا هو في الكاميرا ممكن يكون باين صغير بس بصوا الفرق. لا كبيره. وده كام؟ ده 120. حلو. ده 70 جرام. ده 70 جرام يعني سندوتش حلو. يعني طب هتاكلني ايه بقى؟ احنا عايزين نشوف همبرجر وسوسيس اللي محمود بيقول لنا عليه ده. ازيك يا انس؟ الحمد لله. انت بتعملي ايه بقى هنا؟ ده السوسيس انت بتفتحيه عشان لما ينزل على الشوايه ما يتقشرش مثلا. تعالوا بقى في الاسنان اللطيفه ديت وهم بيحضروا لنا الاوردر نبص بقى على ايه المنيو بتاعتهم. طبعا ايه 449 شارع الجيش البوابه الرابعه حدائق الاهرام رقم 010-50-50-77-50 ارقام مميزه. 3 شارع أفريقيا امتداد مصطفى النحاس مدينه نصر 010-50-50-66-50 يعني اللي في مدينه نصر 66 واللي في حدائق الاهرام 77 ما تلخفلوناش الدنيا. والساحل الشمالي مارينا 5 شاطئ المراسم طبعا ده بيكون في الصيف بس. والفيسبوك والانستجرام بتاعهم والتيك توك hamburger.we.sosis.eg وبالعربي لو كتبتوا همبرجر وسوسيس هيطلع لكم البيجات بتاعتهم. طبعا مسمين المكان همبرجر وسوسيس وبتقول لك كبر لك ابيتايزر. المفروض يكتبوا المقبلات والاصناف الجانبيه بس مش مهم نعديها له. موتزاريلا ستيكس وبطاطس همبرجر وسوسيس دي ب 129 جنيه دي هتلاقي فيها كل حاجه يعني دي شكلها كده من غير ما تطلع. كول سلو تشيكن ستريبس
وفرايز وحالات البصل ده كل دي شكليات. خلينا نخش بقى في التقيل منه. عندهم حاجه اسمها بقى ميني برجر. ايه بقى الميني برجر ده؟ سنجل كل حاجه عندهم منها سنجل ودبل وتريبل. الميني برجر ده اللي هو 70 جرام، الساندوتش ب 49 جنيه وب 84 جنيه وب 119 تريبل. طبعا الاسعار دي بالضريبه. وعندهم بعد كده كلاسيك برجر 120 جرام ب 79 جنيه وال 150 جرام ب 99. في عندهم بقى الحاجات بقى يعني هم كده بيتكلموك في الايه، في البرجر اللي هو ايه اللي من غير اي حاجه اللي هو بتاع النادي اللي انا بحب اكله هنا عموما يعني. عندهم بقى موتزاريلا ستيكس برجر ب 119 وب 109، وعندهم بيف بيكن برجر برضو بالاسعار بتاعته كلها، مشروم برجر. عندهم ساندوتش فراخ بانيه حلو جدا، عندهم ساندوتش اسمه بيتزا بانيه اهو، ده برضو من الحاجات العظيمه يعني. وعندهم بقى تشيكن رول وشيش تاوك رول. هنشوف بقى ايه الحوار الرول ده الجديد، بس شيش تاوك انا ده اكلته عندهم قبل كده في العيش الفينو كان جامد برضو. الهوت دوج بقى نيجي بقى للايه، للسوسيس. السوسيس الكلاسيك ب 60 جنيه وبالبيكون ب 99 والبكيني 64. يا رب يطلع جامد. وعاملين كيدز ميل اهي جديده دي برده يا جماعه، كيدز ميل دي ما كانتش موجوده عندهم. اي كومبو تعمل تحط 30 جنيه تاخد الكومبو ونرجع تاني. البوكسات عندهم بقى ايه بقى، بوكس هوت دوج، واحد هوت دوج كلاسيك وبيف بيكون هوت دوج، واحد بيكيني، يعني ثلاثه هوت دوج الثلاث اشكال، واثنين بطاطس ب 219، وفي الهامبرجر سته ميني برجر يعني ست سندوتشات برجر ال 71 جرام معاهم اثنين بطاطس ب 279، وهامبرجر وسوسيس بوكس ده اثنين برجر واثنين كلاسيك هوت دوج واثنين فرايز ب 219. هم الاسعار لطيفه 219 ده. وبوكس الفراخ بقى للناس اللي عايزه فراخ، رانش تشيز بانيه وتشيكن رول وشيش تاوك واثنين فرايز ب 229. المهم بقى احنا ندوق دلوقتي ونقول لكم ايه الوضع عشان ايه ما يبقاش كلام في الهوا كده. بخصوص المنيو عشان في ايتمز جديده لسه عندنا، الساندوتش اللي انا بخليك تجربه النهارده ده لسه مش موجود في المنيو، اللي هو همبرجر وسوسيس، اللي هو همبرجر وسوسيس والتشيكن راب والتشيكن وينجز، في حاجات كتيره جدا نزلناها لسه مش موجوده في المنيو. وحتى البوكسات وانت بتقول في عندنا عروض جديده نزلت وبرده لسه مش موجوده في المنيو القديمه، ان شاء الله تكون موجوده الاسبوع اللي جاي. وهتلاقوها على الصفحات بتاعتنا، على الصفحه يعني الناس تخش دلوقتي على الصفحه هتلاقي العروض والحاجات الجديده ان شاء الله. اصلي تعالوا بقى بصوا بقى، ده بقى سندوتش الايه بقى النادي اللي انا بحكي لكم عنه. وده بقى ايه بقى يعني ده سندوتش همبرجر وسوسيس السيجنتشر، ده بقى العظيم. شفتوا الجبنه وهي بتسيح كده وتنزل، هنشوف الكلام ده. ده بقى ايه السندوتش الكلاسيك بس الكبير، والبطاطس بتاعتهم الهوت دوج او السوسيس عشان ما حدش يضربنا، والبطاطس. تعالوا بقى نشوف، وده الراب اللي هو ايه الشيش تاوك. تعالوا بقى نشوف الدنيا هتقول معانا ايه في الحكايه دي. وده طبعا محمد عباس صديقي من ايام الطفوله والمدرسه، وجاي من الامارات مخصوص النهارده عشان يدعم معانا همبرجر وسوسيس. حبيبي يا شامي انا جاي مخصوص عشان ادوق احلى برجر في مصر. يا رب مسهل الحياه. بس انا عايز اقول لك على حاجه بقى، بما انك انت قاعد بره يعني خد بالك، احنا عندنا هنا منتجات في مصر براندات عملت برجر يعني، منهم همبرجر وسوسيس ومنهم ناس تانية كويسين جدا والله العظيم، مغطين على الاجانب والحاجات اللي سمعت. فربنا كريم كده بقى ونفضل مكملين بقى في الناس دي. يا مسهل يا مسهل يلا بينا يا صاحبي. طبعا بص بقى سندوتش النادي عشان هم جايبين منه اثنين بس، فخد كده. مع انت ايه مالك انت خايف ولا ايه يا عم؟ توكل على الله. بص بقى انا قبل ما ادوق اي حاجه، ده السندوتش الكلاسيك بتاعهم الصغير حاجه اقسم بالله خطيره. تعالوا بقى ايه، عارفين لو انتوا انا هجيب منه 13 واحد وانا مروح عشان انقنق فيهم كده. هون يا كده اول ما عرف ان احنا جايين نصور انا جاي معاك ده الامانه بقى، عشان ايه يعني ما يبانش لا بس فعلا حلو. ايه رايك بجد؟ فعلا 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 هو شعور النادي انك سندوتش النادي البسين وبتاع عايز خطير. ما ينفعش بقول انت انا في همبرجر وسيس هتقول بسين بسين. بقول ده لو احنا بناكل عند حد تاني بقى. بصوا البرجر يا جماعه طبعا لحمه وواضح الطعم كويس جدا، وسندوتش ما فيهوش فتي. انا بقالي فتره ميال اكتر للحاجات اللي ما فيهاش فتي. احنا خلونا ناكل هادين كده ونينك. انا عايز بس ده قبل ما الجبنه تبدا تنشف مش هنقعد ننظر نضرب على طول. السندوتش بقى اللي اكلته عندهم على فكره قبل كده مش اول مره، ده اللي هو ايه بقى تشيكن بيتزا اللي هي فراخ بانيه واخده وش بيتزا من الاخر يعني، عشان بس نبقى صراحه يعني مع بعض. وشك قال كل حاجه شايفها حلو حلو حلو. بصوا بقى طبعا الجبنه حلوه
وطريقه سوا الجبنه حلوه فمديها الطعم اللطيف يعني الجبنه ما ساحتش وخلاص انت بتاكل جبنه. الفراخ بقى نفسها طريه جدا الصوصات مش مسرخه ودي حاجه حلوه يعني. نضرب بقى الهمبرجر وسوسيس. ده بقى عباره عن ايه بقى همبرجر وسوسيس؟ ده سندوتش بتاع المكان همبرجر وعليه من فوق سوسيس بيكيني اللي هو ايه بيكيني بس مش بتاع البحر بتاع السوسيس يعني اكيد كلنا عارفينه كنا بنجيبه وقت زمان اما كان بجنيه الدنيا بقى تقل خيرها الحمد لله. ده خطير ده حلو ده لان هو اصلا البيكيني من الحاجات الحلوه قوي اللي هصور البيكيني بقى دلوقتي طول عمره موضوع سهل يعني انت بتجيب الهوتوجات تقطعها وتحط لها بقى شويه الفلفل والبصل وطبعا بتسهل نفسك طبعا تروح ظريفها شويه كاتشب انت من البيت عندكم بس ده بقى معمول ايه رايق شويه معمول له لسه بيبتاع فالموضوع طالع حلو جدا يعني هو ساندويتش انت هتاكله على بعضه لطيف. انت ساكت ليه؟ انا نسيتك لما اقصد انا مستني كده تفاصيل اي حاجه ودي. ده اللي هو البيتزا ده بقى تشيكن بيتزا ده تشيكن بانيه واخد وش بيتزا بس هي الجبنه انا اول مره اشوف الجبنه بالطريقه دي الصراحه هي معموله يعني على الجريل ويعني مش متسيحه في الفرن كرمة في الجبنه يعني ما شاء الله لا ده عشان التصوير ماشي. يعني عاده بتلاقي هم بيزودوا لنا عشان التصوير شويه بسم الله. مشهد في اعلان الراجل ده اشتغل موديل ايه ده؟ لا طب والله العظيم حلو انا كده هزود الاجره واحنا ماشيين عشان خاطر لا هو حلو فعلا تعالوا بقى نجرب بقى ايه الساندوتش بقى الهوت دوج بقى اللي هو ساندوتش السوسيس عشان احنا هنا في همبرجر وسوسيس عادي جدا مش اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بص هو حلو انا صراحه عندي رايي والراجل ده قلته قبل كده مره محتاجين تشتغلوا شويه على الكواليتي بتاع السوسيس نفسه. السوسيس من الحاجات اللي هي عشان تتعمل ليها مكان مخصوص يعني مش سهل ان انت تعمل خط الانتاج بتاعك فطبعا يعني احنا واخدين وعد ان شاء الله ان يعني هم ما شاء الله بيتوسعوا بسرعه بسم الله ما شاء الله فان هم يقدروا يستوعبوا ان هم يبقى عندهم خط انتاج ان هنعدل في الريسبي بتاعت الهوت دوج ان شاء الله ونطورها بس هو ساندوتش حلو وسيمبل بيتي زي ساندوتش بيتي حلو جدا وطعمه حلو جدا وبيتهيألي لو خدنا حاجات كامل عليها الاضافات هيبقى برده جامد بس بصراحه البرجر هنا عالمي يعني انا ممكن اجي هنا اطلب الهمبرجر من الصغير يعني جبني 2 3 من ده كده نقنق فيهم وانا ماشي ده بقى شيش تاوك تورتيلا ده هنا بقى حبوا وقت افرنجو يعني يبقوا افرنجيين قال لك احنا دخلنا عيش جديد تورتيلا وده سموك همبرجر وسوسيس يعني ما ينفعش بس هندوق ونشوف سواء كده شيش تاوك عندهم جامد طبعا الشيش تاوك بتاع انا مجربه قبل كده الشيش تاوك طعمه حلو جدا بيتعمل على الجريل ما فيهوش فات الصوص بقى اللي هم مستخدمينه صوص حلو جدا العيش التورتيلا حلو مش وحش يعني انا ممكن اطلبه تورتيلا ما اطلبوش فينو بس هو في الفينو اجمل بس انا عشان انا ما بحبش العيش الكتير فده ممكن يمشي معايا حلو ممكن ناس كتير تعجبك بس هو بصراحه في الفينو اجمل بكتير يعني نظره في الكورسلو بتاعتنا عشان نطفي بقى ممكن اضيف حاجه على دي اتفضل انت ما دقتش انا رايي ده للشباب الهيلثي وشباب الجيم هيبقى تشويس حلو ليهم يا انت بتلعب جيم وكده عشان العيش يعني هو يعني عشان العيش وكده فاعتقد ده هيبقى اللي عايز بروتين على طول ياخده بالعيش ده بالتورتيلا ده اخف يعني اخف من الفينو حتى يعني انا بيني وبينك تعب عشان رياضي اصلا فما باكلش عيش خالص يعني فاهم ولا ليه يعني مع السيزر سالاد كمان مع السيزر سالاد كمان يعني تاخد ده مع واحد سيزر سالاد وانت لسه مخلص الجيم تظبط معاك جدا يعني يا رب بقول لك ايه بقى الناس دول بيعملوا شويه كول سلو اقسم بالله عجب هم خدوا الوصفه مني من الفيديو بتاعي عشان كده فعشان كده طلع جامد بقى معاهم يعني الله يبارك لك وبيهاب يطري بقى بعد الكلام ده يعني فعلا من الحاجات اللي بتبسط الواحد الكول سلو ده والمكان بيعمل كول سلو حلو تاكد ان بقيه الاكل عنده جامد الف هنا احسنته وانت نورتنا النهارده ويا رب الاكل يكون عجبك يعني زي ما انتوا الاكل جامد الحاجات الجديده حلوه بس انا يعني العيش تورتيلا ده حلو انا اكله العيش تورتيلا بس في العيش فيه الاكل مزاج في الاول في الاخر الاكل مزاج وكل واحد بيلاقي نفسه في حاجه معينه يعني طبعا احنا ان شاء الله بدون مقاطعه زي ما انت طلبت احنا عاملين عروض اي حد هيجي ان شاء الله من النهارده والحد يوم 10 حلو اي طلب هيطلبه في البرجر لو طلب وجبه في الفراخ لو طلب وجبه في السوسيس لو طلب وجبه بينزلوا معاهم ساندوتش هديه مننا عشان ما تقوليش بقى انت تعمليش ساندوتش ربع مفيش الكلام ده بقى يعني لا انا احب اخد العرض صريح قول لي العرض الناس هتيجي وهتتبسط الساندوتش هينزل 120 طب انا هقول عرض وهتمشوه همبرجر وسوسيس بمناسبه افتتاح الفرع الجديد بتاعهم اللي في مدينه نصر عامل اوفر في مدينه نصر وفي حدائق الاهرام اي وجبه همبرجر لحمه هتطلبها هتاخد معايا سندوتش همبرجر لحمه هديه اي وجبه
فراخ هتطلبها هتاخد معاها سندوتش همبرجر فراخ هديه، واي وجبه سوسيس هتاخدها هتاخد معاها سندوتش سوسيس هديه. الحجم حجم كبير، مش حاجه صغيره كده، لحد يوم 10/12 ده في الصاله بس. داينن يشرفنا هنا في المكان في الفرع مدينه نصر او حدائق الاهرام. والله احنا مش عارفين نقول لك ايه على كرم اخلاقك ده يا استاذ محمود، احنا شرفنا بيك والله العظيم. شرفتنا يا شيخ، وشكرا على العزومه الجميله دي، ولينا لقاء ان شاء الله في التطوير الجاي بقى ان شاء الله قدام 10 فروع ان شاء الله. والجنه في الساحل ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله، عشان البحر بس ما عملتش حبيبي.